السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. هعمل معاكم النهاردة الجمبري المسلوق. معايا هنا نص كيلو جمبري، وطبعا بقشره، انا غسلاه وفاتحة ظهره وتمام. وهنا في بصل وطماطم وفلفل حراق وثوم. لو انت عايزة تستغني عن الفلفل الحراق ممكن تحطي فلفل رومي، ملح، فلفل اسود، كمون، وكزبرة ناشفة. برضو الحكاية سهلة خالص. معايا حلة هنا فيها زيت، تمام. هاخد كل الحاجات دي، يعني انا مش هشوح الحاجة، يعني ممكن يا اما اشوح البصل لوحده الاول يا اما اشوح كله مع بعضه، فانا هشوح كله مع بعضه لان انا مش عايزة البصل اللي يتلون ولا اي حاجة خالص. هنروح بقى على البوتاجاز دلوقتي. تمام، احنا كده اهو على البوتاجاز، انا حطيت على النار على طول. هفضل بقى اشوح في الخضار ده كده مع بعض، الثوم والبصل والطماطم والفلفل، لحد ما ايه احس ان هما يعني دبلوا شويه، وبعد كده هنزل عليهم بالجمبري. الجمبري المسلوق ده بصراحه عشق، يعني حاجه كده جميله. اخلص بقى ده كده باذن الله وارجع معاكم تاني ان شاء الله. الخضار ريحته طلعت معايا خلاص ودبل، بقى ريحته اتجنن، حلو قوي. دلوقتي بقى احط الجمبري والتوابل، الملح، الفلفل الاسود، الكمون، والكزبره، بس كده، ونقلب بقى. طبعا هو ما بياخدش وقت خالص في السوا، بيستوي بسرعه. ولو انت حابه ان انت يبقى فيه شوربه، ممكن تزودي ميه، يعني كوباية مية كده ولا حاجة. لو مش حباه بقى بشوربة يبقى زي ما انا بعمله كده على طول، هيتشوح ولما يلونه بقى يغير كده يبقى خلاص هو كده استوى. اقلبه بس كويس كده مع الخضار والتوابل. بص، هو اصلا بدأ لونه يغير ازاي، لونه بدأ ياخد اللون الاورنج الجميل ده. نسيبه بقى يكمل كده ونرجع تاني ان شاء الله. خلصت الجمبري، ما خدش يعني 10 دقايق على النار. طعمه وريحته تهبل بجد، تجنن جدا بصراحة. ده بقى طبق لعشاق الجمبري المسلوق بالاخص. اتمنى انه يعجبكم وتجربوه باذن الله. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.